أفنان على غير المدخنين، والذي بات يثير قلقا كبيرا في الأوساط الصحية والطبية، خاصة مع ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عنه، ما حدا بالجهات المعنية في بعض البلدان إلى منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة مع تأكيد الأضرار التي يخلفها. على كل لينا، التقرير التالي سيسلط الضوء أكثر على التدخين السلبي وأضراره. نحكي الدخان، انا ما بدخن، انا لانه ما بدخن، حتى في البيت عندي ما بدخنوا، كله البيت مرته وولاده ما بدخنوا خالص. بحس انه انا مضايق وبيهمني انه ما يدخنوا. بنزعج لانه مزعج التدخين، وعم بدي يعني بضايق غيره الواحد، يعني المفروض يكون في مساحات خصوصي للي بدخنوا. اذا كان هالمكان بيعمل ضرر لي او انا عندي حساسيه ربو او عندي ربو، ممكن اني انسحب من المكان، ممكن اطلب منه انه بلا واقف سيجارته. بتضايق من الدخان لانه اول شيء ريحته كثير مقرفه، وكثير هيك انا يعني طبيعتي انه ما بحب الدخان، بكرهها، بس كون هيك قاعد بشي مطرح مكان يعني مغلق واطلع منه اظهر منه شم ريحه الثياب دخان، فكثير بتضايق. شم ريحه الدخان يعني بينضر مثل كأنه عم بدخن عادي. يعني لما اكون بمحل في حدا ما بدخن بحاول خفف دخان، يعني مثلا بحترم له رايه، خفف له دخان، مثلا بلا بخفف، مثلا بدل ما ولع لي سيجاره كل 10 دقائق بولع سيجاره كل نص ساعه، وقوم اذا في مطرح فيني اظهر عليه براندا او شيء بظهر بدخن، بس انا ما فيني اوقف دخان يعني بصراحه. في السنوات العشر الاخيره تم التاكيد من قبل منظمه الصحه العالميه بالاضافه الى جمعيات القلب العالمية وجمعيات الرئة وجمعيات السرطانات إلى خطورة التدخين السلبي، كونه يرفع من نسبة الإصابة بأمراض قلب والشرايين، يرفع من نسبة التحسس في الرئتين، يرفع من نسبة الإصابة بأمراض السرطانات، سرطانات بمختلف أعضاء الجسم. عنده حرية غير المدخن أن يكون في منطقة آمنة نسبيا من التلوث اللي هو تلوث فردي بشري، هيدي حقيقة على مستوى الفرد. المدخن السلبي إذا بقى نحكي بالمجمل، حتى لو كان بلد فيه تدخين يعتبر بلد مدخن، 60% إجمالا بيكونوا غير مدخنين، وإذا 40% المدخنين بدهم يدخنوا وين ما كان، يعني عم بيعرضوا 60% يلي بدهم يخليهم يصوروا مدخن سلبي. إذا المدخن هو حابب خلينا نسمي ينتحر انتحار بطيء، منه مجبور اللي ما بيدخن كمان يعمل نفس الشغلة. حماية للشباب وحماية للجيل وحماية للشعب يلي ما بيدخن، يلي هو بشكل أكثر من 60%، لازم نشتغل نعمل هالقوانين. يعني إذا بدنا نلخصها بنقول حماية المدخن السلبي. إذن نرحب مشاهدينا بالدكتور عصام الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لمكافحة التدخين والمواد الضارة. نرحب بك دكتور في برنامج صباح جديد، ونود أن نعرف رأيكم عن حجم الأضرار التي يسببها التدخين بشكل عام، سواء للمدخنين أو للذين يستنشقون الدخان قربه. السلام عليكم، صباح الخير. صباح. بداية أنا مهندس ولست طبيبا، نصحح، مهندس عصام. أهلا وسهلا بالمهندس عصام، شكرا. ونشكركم على استضافتكم
أما بالنسبة لسؤالك حول أضرار التدخين، فالمعلوم أن عند الناس أضرار التدخين فقط أضرار تدخين السيجارة، ومن هنا يجب أن نصحح ونقول أن أضرار التدخين هي أضرار التدخين بأنواعه، السيجارة والأرجيلي التي يظن الناس خطأ أنها لا تسبب أي ضرر، مع أن كل أرجيلي تسبب ضرر 15 إلى 20 سيجارة، وكذلك البايب وكذلك السيجار، كل أنواع التدخين ضارة. الضرر ضرران هنا، ضرر للمدخن نفسه وهو المدخن الذي يقوم بالتدخين، وضرر لمن يجالس هذا المدخن، وهذا اسمه التدخين السلبي، التدخين السلبي أو التدخين بالإكراه أو القسري. الضرر متشابه تقريبا، المدخن السلبي يأخذ حوالي 50 إلى 60% من الضرر الإيجابي. أما إذا عدنا إلى السؤال الأضرار بشكل عام، فبداية كل الناس تعرف الأضرار الصحية، وهو أن التدخين يسبب نسبة كبيرة من الأمراض في الأجهزة الوعائية والتنفسية، وأكثر السرطانات مسؤول عنها التدخين. هذا بالنسبة، وهذه معلومة معروفة لأكثر الناس المدخنين بالنسبة للجيل الكبير، ولكن بالنسبة للصغار فهم يجهلونها. هذا من ناحية الأضرار الصحية. هناك جانب اقتصادي هام جدا من الضرر، أكثر الناس لا تنتبه لهذا الجانب، وهو أن المدخن ينفق حوالي 8 إلى 10% من دخله على السجائر، وهذا مبلغ كبير الأسرة وهو أولى به. المجتمع ينفق مبالغ طائلة على علاج المدخن. المدخن عندما يمرض ويتعطل عن العمل يضيع على المجتمع ساعات كثيرة من العمل ويأخذ أجرها. الحرائق ثبت عالميا أن ثلث الحرائق، نسبة 30 إلى 33% من الحرائق سببها التدخين، والحريق هو دمار شامل لأي منشأة اقتصادية. هذا بالنسبة للجانب الاقتصادي. هناك جانب اجتماعي، المدخن عندما يموت في سن مبكرة جراء التدخين تحرم العائلة من معيلها، وبالمقابل يصبح هناك مشاكل جديدة عند هذه العائلة، قد تؤدي إلى تسرب الأولاد من المدارس حتى يؤمنوا عمل العائلة بعد أن فقدت معيلها. عندك الجانب البيئي، وهو جانب مهم جدا أكثر الناس لا تنتبه له، وهو أن زراعة التبغ تستهلك التربة عمليا استهلاك كبير جدا، وتستهلك كميات كبيرة من المياه أثناء زراعتها. وعندما يقومون بتصنيع التبغ يقومون بحرقه وتجفيفه، وهذا نعم. الحرق والتجفيف ينشر أبخرة سامة كثيرة جدا تلوث البيئة. نعم. هذا شيء بسيط من الأضرار التي ممكن نتحدث عنها بموضوع التدخين. سعادة المهندس، يعني لو كان هناك شخص واحد مدخن في العائلة، ما هي احتمالات إصابة باقي أفراد العائلة بتبعات التدخين السلبي؟ النسبة كبيرة جدا، لأن المدخن في العائلة قدوة، على الأغلب هو الأب أو الأم، وهو يكون قدوة للأولاد ويحاولون التقليد دوما، فالنسبة كبيرة تتجاوز أكثر من 50 إلى 60%. نعم، يعني سيد خولي، يعني مؤخرا تم منع التدخين في الأماكن العامة بشكل رسمي في بعض الدول ومنها سوريا، كيف تقيمون مثل هكذا إجراء؟ بدأ تطبيق المرسوم 62 لعام 2009 من حوالي 4-5 أسابيع في سوريا، ونحن كجمعية، الجمعية السورية لمكافحة التدخين، نرصد باهتمام ما يتم تطبيقه من هذا المرسوم، وحتى الآن النتائج مشجعة جدا. نعم استاذ، أكثر الناس تلتزم. نعم استاذ، نعم. خولي، يعني شكرا جزيلا لك وعذرا على المقاطعة، لأننا سنضطر إلى ننتقل إلى كلمة للرئيس أحمد نجاد من إيران، ننتقل من محافظة إيلام. محافظة إيلام. نعم. إذا ننتقل، شكرا. نستمع إلى كلمة الرئيس أحمد نجاد.